العيد كلمة عربية تطلق على بعض المناسبات بحياتنا، ويمكن أهم الأعياد عندنا كمسلمين هو عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الغدير. بالعادة العراقيين عندهم طقوس وعادات وتقاليد معينة بكل عيد، واليوم حلقة المستكشف راح ناخذكم برحلة لأهم هذه العادات. فكل عام وأنتم بألف خير، ويا ريت كل أيامكم أعياد. السلام عليكم مشاهدينا، وكل عام وأنتم بألف خير. اليوم برنامجنا راح يختلف عن بقية كل حلقات. حلقتنا اليوم راح تستكشف العادات وتعيد استكشاف العادات والتقاليد العراقية اللي يسويها العراقيين خلال الأعياد. ومن أهم هذه العادات والتقاليد هي زيارة المراقد المقدسة، ومن أهم المراقد المقدسة اللي يزورها العراقيين هو مرقد الإمام علي عليه السلام. هواي شغلات وتفاصيل يسووها أهل العتبة داخل العتبة من استعدادات للعيد المبارك راح نتعرف عليها خلال جولتنا اليوم بالعتبة. فإن شاء الله أخذكم بجولة مميزة وجديدة ببرنامجنا المستكشف حتى نتعرف على العادات والأشياء اللي يسويها القائمين على العتبة داخل العتبة. خلفي هذه النافورة الجديدة اللي دا يشتغلون أيضا بها هذه العتبة، واحدة من الاستعدادات اللي موجودة للعيد المبارك، بالإضافة إلى هواي فعاليات يسووها. أنا وياكم اليوم راح نكمل بهذه الجولة الخاصة بمدينة أمير المؤمنين عليه السلام بالنجف الأشرف حتى نتعرف أكثر على العادات والتقاليد العراقية خلال العيد. فتعالوا وياي. من أهم العادات والتقاليد اللي عاشت أجيال بعد أجيال هي زيارة أهل البيت عليهم السلام ومقامات الأنبياء والأولياء الصالحين بالعراق. ومن هذا المنطلق زرنا سيدنا ومولانا الإمام علي عليه السلام، وشفنا شلون خدمة حضرته يستعدون للعيد. تفاصيل هواية يحتاج حلقات حتى نسلط الضوء عليها بالإحسان بالحرم. ونظراً لقدسية المكان واحترامه، خلينا الكاميرا مالتنا فقط تتجول بأروقة حرم أمير المؤمنين عليه السلام، وتعرفنا على عدة أمور يقوم بها موظفي العتبة خلال أيام العيد، أهمها التحضيرات لاستفسارات المسائل الشرعية وتقديم الخدمات العامة من مأكل ومشرب للزوار وغيرها من الكماليات اللي تضاف للمرقد، ومن ضمنها التزهير والتعطير. التقرير اللي شفناه اليوم الخاص بالعتبة العلوية واستعداداتها للعيد المبارك، وأيضا الإحسان اللي موجود بهذه العتبة من خدمات، من أمن، من حماية، من هواي شغلات احنا تحدثنا عليها. ثلاث ملفات موجودة تحدث لي بيها الأشخاص اللي موجودين بالعتبة اللي تنطينا مدى وبعد واهتمام القائمين على العتبة بالزوار. هذه الأشياء كلها وتفاصيلها ما قدرنا احنا ندخل جوا احتراما لقدسية هذا المكان وتحدث عنه، وتحدثنا عنه بالفويس أوفر اللي ينطيكم فكرة أكثر شمولية من هذا الموضوع. كل هذه الأشياء اللي موجودة ممكن احنا استكشفناها بحلقتنا لهذا اليوم بطريقة مبسطة. أتمنى أنه نكمل جولتنا لهذا اليوم لاستعداداتنا والاستعدادات الخاصة أو العادات والتقاليد اللي يسويها العراقيين حتى يكملون عيدهم بخير وسلام. فتعالوا يا نكمل بقية فقرات برنامجنا بعد هذا الفاصل. يلا تعالوا يا. موروث تراثي هو الأكثر استخداماً خلال العيد، وهو التطيب والتعطير، ومن عادات الدول العربية القديمة اللي توارثوها من أسلافهم، بحيث يحرص أهل العراق على وجود المباخر ومرشات العطور في منازلهم. كل هذا للدلالة على الاهتمام بتعطير منازلهم بشكل مستمر بكل مناسباتهم وأعيادهم.
مشاهدينا وصلنا لوحدة من العادات والتقاليد اللي موجودة بالعراق بالتحديد، أكثر شيء ودول الخليج بالإضافة إلى أغلب دول شرق آسيا موجودة بها هذه العادات والتقاليد، يشترك بها العراقيين أيضا، هي عادة البخور والعود والتعطير خلال الأعياد والمناسبات. واليوم حبينا أن ندخل بهذه التقليد اللي موجود عند العراقيين، لكن أتحدث ويا سيد أمير اللي هو راح يحدثني أكثر عن هذا الشيء لأنه أنا مو كلش عندي خبرة بالموضوع أكثر. هذا البخور سيد. سلام قلبي، شلونك عمري؟ الله يسلمك. هذا البخور كل عام وانت بخير. كل عام وانت بألف خير. كل الأعياد إن شاء الله على شيعة أمير المؤمنين وعلى جميع أمير. أكو أنواع هواية أريدك تحدثني عنها وتحدثني عن تفاصيل مثلا وين يستخدم كل واحد من عندهم، لان تعرف احنا عندنا هواي اشياء مثلا ممكن تعطير بيت مقبره لما تروح كل الاموات يعني. هذا عود الملكي، يعني شلون احنا نصيح له للراحه النفسيه. هذا اعواد بحرينيه مخلطه، يعني اللي يحب العود القوي هذا عود اجكي ينطيك النكات الخشب الطبيعيه. هذا عود الحرم العتبات، يعني شلون نكات العتبات يعني هذا تعطر به الحرم هو هنا شلون جميع الحرم. هذا الصندل، خشب الصندل الطبيعي اللي يحب العطور الامساك الهادئة والصندل. هذا خطاط مخلط نكهة بحرينية العطور الحادة القوية. هذا البخور يعني شيء للرائحة البيت، يعني شيء كلش راقي بخور. يعني هاي وكالة دبي خاصة بينا، احنا نختص بهذا البخور، احنا الوحيدين هنا بالنجف نختص بهذا البخور. يعني أمير طبيعية. أمير بالنسبة لموضوع العود والبخور اللي هو يعني ممكن العود دخل فترة أخيرة إلنا للعراقيين، اللي كان أكثر شيء العراقيين يستخدمون البخور ما يستخدمون العود، حاليا دخل العود للعراقيين بعد ما الانفتاح اللي صار بعد هذه الأحداث اللي صارت. أعطار عود مخمرة بالعود، يعني خمروا سنة 8 شهور 6 شهور سنة ونص حسب نوع العود حسب نوع البخور. طريقة صناعته هو راح يتخمر بالخشب، راح يتخمر هو خشب، هذا أخشاب طبيعية وعود. عود هذا يخمروه مدة سنة ونص 8 شهور ينجز هذا البخور، ينجز هذا البخور الطبيعي راح. هذا من ينفتح من يطلع لك ريحة حرق، يعني مو أضافة رياح، يعني مو من أرياح الرواح العطرية مال الشجرة نفسها، الرياح العطرية الطبيعية. زين أمير، منو يجي أكثر ناس يشترون من عندكم من العراقيين؟ يعني اكو محافظة معينة لما تجي لهنا للنجف تشتري، او مثلا كل محافظات بمستوى معين، او منو اللي يفضل شيء عن شيء؟ شيء يعني هم كلهم ماكو يعني واحد محدد ياخذ او ما ياخذ. اكثر شيء الغربية لان يحبون هاي البخورات وهيك شيء. الاهل الغربية لما يجون يشترون من هذا ياخذون، يعني يحبون. احنا ممكن عندنا فكرة انه جماعة البصرة هو اكثر شيء قريبين على هذه المواد. هم ياخذون لان هم يعني احنا ما عندنا هنا بالعراق، قليل من عندنا. عندنا احنا هاي الوكالة الوحيدة هي بالنجف تجيب هذا البخور الطبيعي. أنا أشكرك، شكرا لك، وإن شاء الله نشوف بعيد ثاني. الهلا عمري، أسحبها وأطلع. للزي العربي التقليدي أهمية كبيرة عند المواطنين العراقيين، وبحيث اعتاد أغلب العراقيين على ارتداء الزي العربي ويمنح الوقار والهيبة. وحاليا نشاهد كثير من الشباب اللي يرتدون هذا الزي، وأحيانا مع إضافات جمالية للثوب تشمل نقوش وتصاميم جديدة، وهم يلقون تشجيع من كبار السن. وصلنا إلى واحدة من الصناعات العراقية اللي موجودة القديمة والتراثية اللي أغلب العراقيين أيضا سابقا وحتى بهذا الوقت الحالي يجون إلها ويرتادوها حتى يخيطون العبي ويخيطون الدشاديش العقل إلى كل هذه التفاصيل اللي موجودة. فالعراقي بحد ذاته بعاداته وبتقاليده لما يجي العيد لازم يلبس أفضل ملابس وأحلى الملابس وأشيك الملابس. وبما أن احنا اليوم ندور على الأشياء القديمة ونستكشفها ونرجع نعيد استكشافها، وصلنا إلى سوق العبايتشية مثل ما يصحوا له بالنجف الأشرف. هذا السوق اللي يشتهر بخياطة العقل العبي الرجالية بأنواعها وبمواسمها. هواي تفاصيل أنا عرفتها من الأخوة اللي موجودين
هنا بالمحل ليتحدثوا لي عن الصناعه وتطورها وازدهارها ايضا بهذا الوقت، لكن اندثارها من جهه ثانيه من ناحيه الهاند ميد او الصناعات اليدويه. بعض الشغلات اللي تصير حاليا هنا بهذا السوق هي مجرد انه هي تقريم العبايه او تعديلها او ممكن تطريزها بخيوط ثانيه، لكن هي اصلا جاهزه. بس بعض الناس ممكن ايضا تفضل انه تستخدم العبايه العراقيه بخياطه ايادي عراقيه. راح ناخذ جوله بالسوق نتعرف اكثر عن العبايه العراقيه، عن تفاصيلها وعن العقال العراقي، ونكمل وياكم برنامج المستكشف. زي العربي الأصيل الذي يتكون من العباية والدشداشة والعقال والكوفية، هذا يعني هي من زمان قدم هي موجودة ولحد الآن مستمرة، وخصوصا هي مناسبة العيد يعني الناس تقتني هذه الأشياء، مو بس الرجال يعني حتى الأولاد. مثلا إذا هو رجل كبير يعلم ابنه على الزي القديم، شوفه يشتري العقال وتفية ولبسه، يعني حتى شنو تكون باستمرارية موروث شعبي. حتى هواية ناس ممكن يعني هم ما يلبسون بالأيام العادية الدشداشة والعقال والعباية، فتشوفهم بالعياد والمناسبات يلبسون هذا الشيء. طبعا هي فشي جميل يعني على التاريخ، ومو بس العراقيين يعني حتى بعض مرات اكو أجانب سواح هم ما تجي لفد يومين ثلاثة يفطر هنا شوفه لابس عقال وشوفه لابس شفية، ما يعني شلون نقول يومين ثلاثة ويروح. بس يعني خصوصا ايام العيد تصير حركه قويه بالسوق، يعني الناس تعيد فيشترون هاي البضاعه اللي متمثله بالعبايه والشفريه والعقال. اكثر الناس اللي تجي تريد تشتري من عندكم تحاول تشتري الجاهز لو تحاول تشتري الخياط اللي انت؟ لا، اكثر شيء يشتغلون الجاهز. هاي سابقا كانوا يجهزون العبايه من الغزيل الى الخيار. شلون يجهزها؟ والله هاي التفاصيل نتمنى نعرفها بصراحه والله، يعني شلون مثلا هو يجهز هذا او يجهز عقال؟ هذا يعني بدون مبالغه اقول لك يجهز العباء مالته قبل، يعني انا لعقت قبل 30 سنه و40 سنه، كان يبقى سنه كامله يجهز العباء. سنه اي، يعني مثلا يروح يشتري الجزه مالت الصوف يختارها. والله اي، يعني انا ملحق عليها هاي، بس هي ساعه قليله. بس قبل يروح يشتري الجزه مالت الصوف، يروح يوديها للغزاله، الغزاله هم تغزلها في الشهرين ثلاثه، يروح ياخذها من الغزاله وين يوديها؟ للحايج، يوديها للحايج هم مات الشهرين ثلاثه يلا يحوجها، يعني ما مو يعني هي تستمر شهرين تلزم سره. خلصها من الحايج وداها للنوال، النوال هم فد اسبوع زمان خلصها دور وين وداها؟ للخياط، الخياط هم مات ياخذ لها فد شهر زمان، يعني تاخذ لها في السنه بعدين يطرزها. اي هو الخياط التطريز هذا. انا ملحق عليهم سنه كامله في سبيل يقتني العبايه ممتازه هو يتنومس بها، يعني هي بعض مرات العباء يعني هو موروثنا يتفاخر بها، يقول انا عبايتي جيده، الخياط مالت الفلاني، الحايش مالت الفلاني، يتفاخر بها. يعني العباء مو بس الزي، كذلك المفاخره. يعني اكو عباء مثلا ب 20,000، اكو عباء يعني صار مليونين او ثلاثه، فمن يلبسها هو لابس العباء ب 3 ملايين يتفاخر بها يعني قدام المجتمع ومن حقه. يعني هي جزء من خلينا نقول القيمه الاجتماعيه للشخص اللي يلبسها. اكيد هي تدل على ان هذا الرجال، شوف العبايه تدل من يلبسها تدل على ان هذا الرجل مثلا غني، من يلبسها تدل على ان هذا الرجل من اهل الجنوب مثلا اذا بدون زري او لابسها زري اصفر زير اصفر. العبي تختلف كل محافظه ممكن أكيد او منطقه بالعراق. اكيد اكيد عبايه شكل اي، كل منطقه لها زي خاص، وحتى الطلبه يعني طلبه العلم يقتني العباء الغاليه والمتوسطه ولكن يلبسها قيطان، هذا القيطان علامة الزهد.
فهو من يلبس هذا الخياط غالي. يعني شوف الساعه حتى حضرتك هذا الخياط غالي، اكو بعض مرات حتى اكون نوعيته من عندنا مثلا هذا الذهبي. هذا الذهبي هذا مطرز بماي الذهب مو بتناك، يعني هذا الخيط اساسه فضه وملفوف بالذهب فيصير جدا غالي. هذا ما تجيبوه من فرنسا. واكو لا مثلا هذا مثل ما ذول الطلبه عندنا السامه يلبس خيط قيطان خفيف، هذا حتى عنوان الزهد، انت من يشوف هذا لابس قيطان تقول هذا رجل علم، من يشوفه مثلا زلي شيخ مثلا تقول هذا نقول مثلا خليجي، من نشوفه مثلا لابس تحرير حرير نقول هذا من الفرات الاوسط. لبس العباء يدل انك من اي منطقه، راسا تعرفه. يعني اذا عندك ممارسه من العباء مالته يدل انه تقول له هذا بها منطقه تعرفه. وقيمته الاجتماعيه كذا اكيد القيمه الاجتماعيه، مثلا الشيخ مثلا شيخ عشيره يلبس عباء جيده غاليه مستورده تعبانين عليها، او مثلا من ابناء المجتمع العادي هم مات له لبس اكيد، ويا ما تعرفه تقول هذا رجل مثلا ثري. من ملابسه ومو بس العبايه، يعني حتى القاط، يعني حتى الافندي اي صح اي هو صاحب هذا الشيء على هذا يعني تلقي لابس عباء مثلا ساعه عاديه او عادية. فاخره، بينما هو لابس عباء ساعه فاخره او الموبايل مالته اكيد هاي تنعكس عليه من على العباء. هو لما يلبس ياخذ له موبايل ب $1,000 ياخذ له عبايه ب $1,000. كل عام وانتم بخير سيدي. الله يسلمك. الله يسلمك وان شاء الله عيد سعيد عليك. الله يسلمك ويعود عليكم بالخير والبركه ان شاء الله. الله يحفظك. احنا وياكم مشاهدي برنامج المستكشف مكملين بحلقتنا لهذا اليوم واستكشافنا للعادات والتقاليد العراقيه اللي موجوده وحاليا لحد الان موجوده. فاصل ونكمل وياكم. داخل كل مطبخ بالعالم نلقى المنكهات واللي يختلف اسمها من بلد لبلد، والعراق أحد البلدان اللي يهتم بالبهارات والمنكهات بالأكل، لكون المطبخ العراقي من أهم المطابخ العراقية. ومن أهم العادات عند أمهاتنا العراقيات هي زيارة العطار قبل العيد. وصلت وياكم مشاهدينا مشاهدي برنامج المستكشف لوحدة من أهم العادات والتقاليد اللي العراقيين دائما يواظبون عليها، وهي الجيل للمحلات البهارات، لأنه الأكل العراقي والكليش العراقية من أهم الأشياء اللي موجودة بالعيد. فحسنين كل عام وانت بخير وإن شاء الله عيد مبارك عليك. المسلمين كلها إن شاء الله يسلمك بالصحة وبالسلامة إن شاء الله حبيبي. وعلى العراقيين بصورة عامة يا ريت إن شاء الله. الله يحفظك وعليكم أكيد. الله يحفظك. الكليتش العراقية بلي. دائما يمكن هي من الأكلات العربية اللي يتميز بها الشعب العراقي فقط بلي. وأكم التمر وأكم السمسم وأم الحلقوم، شنو الأشياء والبهارات اللي تتخلى لها حتى تكون الكليتش مميزة، ومثلا هنا بالنجف تتميز الكليتش عن بقية المحافظات؟ والله هي أنت تعرف أكيد هذا الموضوع صحيح، هذا بعد اختصاصنا، احنا كلنا ضمن اختصاصه وإحنا اختصاصنا البهارات. فبالنسبة للكليتش هي شنو؟ اجتهادات كل من وطريقته يسويها الخاصة بالبيت. بس اكو شنو؟ اكو لها مطيبات. من ضمن هاي المطيبات مثل عندنا بهارات الكليجة الطيب. اكو بهارات خاصة لها. اكو بهارات خاصة. بهارات خاصة مع الكليجة. اكو نكهات يضيفوها للكليجة. اما تطيب الكليجة. للحشو مالتها لو البهارات للعجينة. البهارات يضيفوها للحشو. اذا اضافوها للعجينة راح تغير لونها، فيضيفوها للحشو حتى تطيها فد نكهة وتطيها فد عطر خاص للكليجة. هاي بالنسبة للكليجة. وظلت النكهات وين يضيفوها؟ يضيفوها فوق العجين وماكو مشكلة. كل من وطريقته الخاصة. اي اكو نكهات غير البهارات. احنا البهارات هاي واحد هاي خلطة تنضاف ويا الحشو. تطيها نكهة خاصة. وعندك شنو؟ عندك النكهات، نكهات مثل اكو نكهة شوكليت، اكو نكهة ليمون، كل من
وحسب الطريقه اللي يريد يستخدمها هو اللي مقتنع بها كل سنه يسويها يبلش بها ويسويها. حسنين، من الاشياء اللي تختلف بها الكليجه النجفيه هي اول شيء الكلمه نفسها، يعني بالنجف لها كلمه خاصه ما تنقال بقيه المحافظات، اللي بمكان كليجه كليجه. اوكي صح ولا لا؟ هو صحيح. انا بالنسبه للنطق بالنكهات تختلف لو لا يعني والله بالنكهات بالنسبه للنكهات كله واحد ما بيختلف كله واحد بس بالان اقول لك بالنطق كل ما نلفظها شكل. نرجع للاكل العراقي خصوصا احنا لما نجمع العراقيين عندنا الدولمه عندنا عندنا اكلات العراقية اللي مشهورة دائما نقول دولمة بس احنا عندنا هواية اكل عراقي. اي احنا يعني هاي الدولمة. شنو الاكلة النجفية اللي دائما يواظب عليها اهل النجف اول يوم العيد؟ والله بالنسبة للاكلة النجفية المشهورين باهل النجف هو الفسنجون. فسنجون اي هذا معروف هذا يعني بس برمضان متطبخ. هذا الفسنجون بعد هذا شيء هذا عندنا يعني شلون تقول مقدس عندنا احنا اهل النجف يعني. وبالعيد بالعيد هم نفس الحال الفسنجون عندنا وعندنا الدولمة بس الشيء اساسي والقيمة. القيمة صحيح بس القيمة مو يعني مو شيء أساسي بالدرجة الأولى بالنسبة العيد إذا جاء العيد الفسنجون الدول ما تدري به وهذا البرياني أي أي فلذلك نسبة المواظبة على محلات البهارات يمكن كل شوية قوية بالنسبة أنا أقول لك إحنا شنو عندنا من يجي العيد النسبة ليه ما نصير أكثر شيء تردد الوادي على بهارات الكليجة على السمسم اللي البغراج ذني مال المتطلبات للتكملة مال الكليجة أي فصير طلب زياده من يجي العيد. انا اشكرك حسون. انا قدمتك شرفنا بخير ان شاء الله. الله يسلمك الله يخليك مع السلامه. انا مكمل وياكم مشاهدينا مشاهدي برنامج المستكشف بحلقتنا لهذا اليوم الاستثنائيه وقد شم شغله ندور عليها حتى تكمل يومنا كله باول ايام العيد فتعالوا وياي بعد هذا الفاصل. وعلى الرغم من أن أغلب العراقيين يشوفون الجامر أكلة دسمة جدا بس مع ذلك يواظبون على تناولها صباحا وخصوصا في صباحية العيد بحيث يعتبر الجامر وسيلة الترحيب الرسمية بالضيوف والأعزاء بالمناسبات. مساعدين بجولتنا اليوم الاستكشافية للأكلات العراقية وللحياة والعادات والتقاليد العراقية خلال العيد وصلت إلى فقرة كلش مهمة بفقرات العائلة العراقية وهي الريوق أول يوم العيد. أحمد صاحب مشروع متميز لذلك أنا حبيت أنه ألتقي بهذا اليوم لأن إحنا مرات أيضا نحاول أنه ندمج بفقراتنا بدعم مثل هيجي شباب عندهم فد أفكار جديدة فأحمد كل عام وأنت بخير. وأنت بألف خير. حياك الله وأهلا وسهلا بك. أحمد إقبال الناس أكيد بأول أيام العيد للكاهن والجيمر وهذه السوالف بالعراق هي تختلف لكن اللي جذبني لمحلك إحنا دائما مرات لما نريد نروح بالعيد نحاول نروح لأمهات الجيمر مثل ما يقولون صحيح. القعدات صحيح. فكرتك انت والعمل اللي انت سويته والمشروع اللي انتم مسويه يختلف شوي عن بقيه المشاريع لذلك حاب انك تسولفني عنه اكثر. عملنا طورنا الماضي خليناه بالشيء العصري الجديد بالشيء العصري الجديد فدمجناهم كديكور كترتيب كهيئه محل خليناه اكثر عصري اكثر بالضبط. زين انت الجيمر اللي يجيبه هو نفس البلد نفس الجيمر مجرد احنا مثلا بدنا نجيب احنا لحد الان عندنا اكثر من نوع من انواع اكثر من نوع انت قلت يعني عندك انواع جيمر يعني جيمر بغداد جيمر ديوانيه جيمر ولايه جيمر الكوفه فكل من يجي على شكل خاص يعني جيمر الكوفه يجي على شكل معاجل اما جيمر بغداد يجي على شكل صينيه دائريه جيمر ديوانيه صينيه مستطيله اللف العدل جيمر السد هم متوفر عندنا فانواع هواي انواع من انواع الجيمر عندنا وايضا ضايفين عليه الجبن والزيتون ضايفين عليه فالشغلات فكره المخبز والفطاير وهذا الشيء اللي هي الاشياء بالريوق حاليا احنا باجواء العيد هم الناس كان لها اقبال اكثر على مثل هيك معجنات لو بقى اقبالها على الجيمر والجاهي لا هسه الناس تشوف وتطور يعني احنا ضفنا المناقيش طبعا شيف لبناني يشتغلهن فد شيء كلش ضافت لمسه على المحل
عندنا اكثر من نوع، مناقيش لحم، مناقيش جبن، ومناقيش اللحم بعجينه يعني والزعتر. فذني كلهن وفرناهن، الناس هم تاخذ ويا القمر والجبن واضافه الزيتون هم تاخذ المناقيش، يعني يردوها سفره كامله. جاي مو قلت لك ندمج الماضي بالحاضر، فجاي يطلع عندنا هيك انتاج. اني اشكرك ان شاء الله وايامك سعيده كلها. كل عام وانتم بخير. وشكرا لك، ان شاء الله التوفيق بمشروعك. الله يسلمك. هذه واحده من الاشياء اللي ممكن احنا نشوفها، هو التطوير بين الماضي والحاضر، لكن تمسكنا بعاداتنا وتقاليدنا، تمسكنا به الشغلات اللي ممكن تعلمنا بها على اجدادنا، لان احنا لازم نجيب الكاهي والقمر بالريوق العراقي بقت بها. ان شاء الله بعد هذا الفاصل نكمل فقرات برنامجنا المستكشف بحلقه الاستثنائيه الخاصه بعيد الفطر المبارك، فتعالوا وياي. خلصت محطاتنا لهذا اليوم من برنامج المستكشف. إن شاء الله تكون حلقتنا لهذا اليوم عجبتكم، وإن شاء الله نتمنى لكم أيام حلوة وعيدية أحلى. ولو نسينا خلال الحلقة نذكركم بأهم عادة عند العراقيين، واللي هي عيدية العيد. مشاهدينا، وصلت لنهاية حلقة برنامجنا، الحلقة الاستثنائية الخاصة بعيد الفطر المبارك. إن شاء الله عندنا حلقات أخرى راح تشوفونا بيها خلال هذه الفترة بحلقاتنا الاستثنائية. وبالأخير تقبلوا تحياتي وتحيات كل كادر برنامجنا، وفي مال أبا يبارك.